نحن الآن أمام هذه اللعبة، لعبة الارتماء بالحبال إلى ذلك الجسر، وفي مرحلة تهيئة الراغبين باللعبة. وضع وسائل الحماية الأمنية مطلب ضروري، لأن اللعبة وإن كانت خطرة لكنها مسلية وممتعة للكثيرين، والإطلالة بهية ورائعة من فوق جبل أرب كير، المنطقة التي فيها حديقة وممشى للناس. من ها هنا ينطلق المغامرون ينزل المتسابقون إلى ربما أسفل الجسر. هذا هو الحبل، الحبل يصل إلى هناك، وهذا النهر هو هرزدان. وتلك من بعيد هي جبال أرارات. الآن يبدأ المدرب بالذهاب مع المشاركين، تتواصل عملية الدعم والحماية للمشاركين. بهذه الطريقة سينزل المغامرون في مسألة اللعبة. ما شاء الله، هؤلاء أبناؤنا وهم ينطلقون ويلوحون لنا بالتحية والسلام، حفظهم الله حتى يصلوا إلى ذلك الجسر. هذه إذن لعبة الزيب لاين أرمينيا في هذا المرتفع، حيث ينزلون من هذه الحبال يصلون إلى الجسر الآخر، ثم ينزلون بحبال أخرى إلى الأسفل، ثم يأتون بالسيارة عبر هذا الشارع في 5 دقائق ليصعدوا مجددا إلى هاهنا. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في مقاطع أخرى بإذن الله تعالى.